رابعا في السنة النبوية. ثوران بغض أدنى هذر أشد يبوي ابن حجر في كتاب ينس بلوغ المرأة. يبدأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إناد القضاة ثلاثة. القضاة لن ثلاثة الصنف للجوج ثلاثة طروا كاتيجوري الصنف مزوارو إناد إناد إثنان في النار سن صنف ذي إثمس وواحد يعني يون صنف ويض ذي الجنة. أشو ديننا وواحد في الجنة إثنان في النار وواحد في الجنة. إناد رجل عرف الحق فقضى به. القاضي ما يحصى يسن الحق ويحكم الحق إناد فهو في الجنة. يسن الحق يحكم الحق وقال يشمل الجنة نغويقي أذشمل الجنة. ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم. وايض القاضي وايض يسن الحق يفريث يسنث يفريث وفي طبقارة وجار في الحكم جار معنى ظلم إنك فهو في النار. وقيد دوزيام كاتيجوري الصنف والسن الصنف والثلاثة ورجل لم يعرف الحق يوم القاضي وريق الفراك وذي يسن الحق أبي بيري يتفكين دوسي أيا أحكم وخلاص من بعد السين دوسي ذي القاضي أي غرض أي غرض الضغط لقي أكيون كاعجبالة أرز شرع دي فوا مما فرزين شرعي تواغيف خطط في لكور لكور سوبرام وزارة من الحال سمحت يلي زافوكي لندقي الله يبارك مصروف أشحال من الله فارد التريبينال أشحال سوميس أرنوا تروح لكور أشحال سوميس أذغام ما ثبت لكور سوبرام أذغام بروك عليك غازن ستفركا زنستا مزيرث زنستا فونست متسايط باش أتقابل لفري الجستيس أرنو يصدغ الوقف أشحال الوقف أتطف 7-18-15 لم تلوفي وظن 45 سنة ذي لا جستيس فقي خطيرة جدا. وعلى بالكم يا جماعة الخير صلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم.